نحن مسكرين السكة وسكرين الكاميرا. هو طب عليه مش خدمنا فيه، ما قولولوش احنا برا خدمنا. نحن عباد طالبين الشغل، عباد مازرة تحت صفر زيد اصلا. طالب الشغل مش طالبين حد شيء اخر. ما شملتناش الحظوظ في الانتدابات تاعنا. انا عمرنا كنا ندفع فيهم كرات. يدخل فلان يدخل فلان يدخل فلان. حتى لبس عليه عنده 3 ولا 4 ملايين. نحن يا خويا بطلع مع الناس بسكر في المية. صحيح ولا؟ هذاك عنده باش يشري شهادة مدرسية الباك. نحن يا خويا مع الناس 200 ملايين. هاك تشوف الوضعية من غير ما نفسر لك. هاك تشوف ناس بطالة، ناس كبار في العمر، صارت برشا تجاوزات في الخدمة. ناس ماهيش طالبة حاجة كبيرة ياسر. طالبين كان الخدمة برك. وما نتصورش كان ثم واحد يحب يحط روحه في الحبس ولا يجي ضد الاقتصاد نتاع الدولة. إلا إذا كان وصل للآخر. يعني واضح ما عندي ما نقول لك. نجم تصور وتوري للناس الكل وتشوف وتعرف وحدك. نجم مطلبنا الشغل برك. عندنا حتى مطلب اخر، ما ورانا حتى حاجه اخرى لا 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 غايات سياسيه لا حتى شيء، كل خدمه برك. الوضعيه نتاعنا باينه، انا الميموري باينه، حالات اجتماعيه، ثم ناس كبار معرسه، ثم زاد كيف كيف عزاب عندهم حق باش يخدموا. نحبوا لمحه سريعه علينا نحن باش يشوفوا احوالنا، يتصلوا بينا، اذا كان ما اتصلوش بينا وما كذا رانا مازلنا ماناش مسيبين الاعتصام. مازلنا شادين في الحاله ومازلنا وهم يحبوا يصعدوا وانا معاهم. ماذا بينا ما نوصلوش ان شاء الله الحاجه ماشي واضحه، ما نوصلوش الامن، ما نوصلوش المصدمات. ماذا بينا الناس الكل توقف معانا، ولمحه زاد المجتمع المدني زاد كيف كيف يوقف معانا. نحبوا الناس الكل توقف معانا باش نخرج بحل سلمي ان شاء الله. اللي ما تحبوا يعملوا لنا مشكله بين العباد، بيننا وبين الاهالي نتاعنا، عندنا اتفاقيه بينهم وبين جيراننا منا الناس اللي تسكن منا، اتفاقيه الماء باش الكوبانيه تعطيهم الماء. اللي هما ما قصوا الماء وحبسوا الخدمه وربطونا خيوط مع العباد اللي هي باش تولي العباد يجينا عروشيه ويعملونا بلبله في بعضنا. اللي هي صاب بالزهر معناها ثم فيهم واحد عاقل تكلم معنا جاء لهنا وحب يشوف، جاه واحد من اللي معنا هز وعمل به دوره ورا الموقع نتاعنا وكلمه وما لقى حتى شيء ولا رجعها مو فاهمه. ونحن بعد على الماء كيما تشوفوا هنا بعد منا، وهم مشكلتنا مع السكه وحابين الناس كل توقف معنا كيما هكا باش هما ما يكثروش علينا البلبله ويدخلونا في بعضنا. بالحق نكبه الفصفات هذا اللي كان في يوم ما خدمت فيه بياتنا في الدواميس ماتت فيه بياتنا خدمت فيه وماتت فيه وتو تعاني فيه.